مشيا مع توجهات بلدية دبي في بناء مدينة سعيدة ومستدامة، قام قطاع البنية التحتية بتطوير شبكات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي. لدينا بداية نظام التحكم عن بعد، وهو نظام يعمل على ربط كافة محطات الضغط الرئيسية والفرعية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في مكان واحد، حيث يمكن التحكم بمنظومة الصرف الصحي عن بعد والاطلاع على كافة الملوثات وكميات مياه الصرف الصحي التي يتم ضخها إلى محطات المعالجة. بعد ضخ هذه المياه إلى محطات المعالجة يمكن التحكم بكافة الخزانات، عددها وكميات المياه التي يتم معالجتها في هذه المحطات، بحيث تمكن هذه الغرفة المهندسين والقائمين على عمليات التشغيل من اتخاذ كافة القرارات بشكل سريع، خاصة في حالات الطوارئ. بالنسبة للمشروع الثاني وهو قياس جودة مياه الصرف الصحي عن بعد، يعمل هذا النظام على قياس جودة مياه الصرف الصحي التي يتم تجميعها في شبكات الصرف الصحي. الهدف من تطبيق هذا النظام هو تتبع كافة الملوثات من المصدر، بحيث يمكننا من ضبط المخالفين للحفاظ على شبكة الصرف الصحي في حالة جيدة، والحفاظ على البنية التحتية لإمارة دبي. بالنسبة للمشروع الثالث وهو مشروع النمذجة والمحاكاة لعملية معالجة مياه الصرف الصحي، يعمل هذا النموذج على محاكاة عملية المعالجة التي تتم على أرض الواقع، بحيث يعطي بيانات تعمل على التنبؤ بجودة مياه الصرف الصحي عند حدوث أي تغيير في عملية المعالجة، ما يمكن مهندسي التشغيل من اتخاذ القرارات بشكل سريع وبشكل استباقي.